الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العلم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب الثالث بعد 600، باب الصوم في السفر والإفطار. في هذا الباب حديث واحد هو 700، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أصوم رمضان في السفر أو أفطر؟ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والإفطار جميعا، وقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر، أي يجوز لك هذا ويجوز لك هذا. قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، أي لم يصرح في حديث الباب بأنه سأله عن صوم رمضان، فلا يكون فيه حجة على من منع الصيام رمضان في السفر، وهذا صحيح بالنسبة إلى حديث الباب. ولكن ورد التصريح بأنه سأله عن صوم رمضان في رواية أخرى، قال: قلت يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكرمه، وأنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، والحديث أخرجه أيضا الجماعة. فقه الحديث بيدل على، قال النووي: أن الصوم والفطر جائزان، إن وجد في نفسه قدرة يقدر يصوم يصوم، وإن وجد في نفسه قدرة وأراد أن يفطر فليفطر، إن وجد في نفسه ضعف لكنه يستطيع الصوم فليصوم، وإن وجد غير ذلك وأراد أن يفطر فليفطر. لقول السائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. أما احتمال أن يكون ذلك في يوم غير صوم رمضان، فإنه قد انتفى بالرواية الأخرى التي جاء فيها النص الصريح على أنه سأله عن رمضان، حيث قال في سؤاله: ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان. ولهذا قال الجمهور: يجوز في السفر صوم رمضان أو إفطاره معا، يجوز لحديث الباب، والصوم أفضل لمن يقوى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة صام مع مشقة السفر الاثنين وشدة الحرارة، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. أخرجه الشيخان وأبو داود. الحديث دليل على أن الصيام في السفر أفضل لمن قوي عليه، والإفطار أفضل لمن لم يقوى عليه، ولا يقال إن كان ذلك كان تطوعا، لما في رواية أخرى عن أبي الدرداء قال فيها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في شهر رمضان في حر شديد. قال بعض الظاهرية والشيعة: لا يجوز الصوم في السفر، ولا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. أخرجه الشيخان وأبو داود والبيهقي. وحمل الشافعي نفي البر فيه على من أبى قبول الرخصة عند الشدة والمشقة وعدم القدرة على الصوم. وقال أحمد الأوزاعي: يجوز الأمران، والفطر أفضل عملا بالرخصة، كما في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وفي رواية: كما تؤتى عزائمه. فالإنسان يستطيع في سفره في رمضان أو في غير رمضان، إن شاء أمسك وإن شاء أفطر، وإن كان عنده قوة فالصوم أولى.
وإن لم يكن ولم يقوى فلا شيء عليه ويجوز له أن يأخذ بالرخصة، والله أعلم.